طب منى اهلا اهلا بحضرتك، اهلا بيك. اهلا وسهلا بيك، انا متشرفه بحضرتك، اول مره اتصل بحضرتك، سعيده جدا، انا بحبك جدا جدا. الله يكرمك، الحمد لله. اهلا بيكي، اتفضلي قولي لي اخبار العصبيه عندكم في البيت ايه؟ لا احنا يعني انا من الخطوبه اول مره رحت عشان اتفرج على شقتي، سمعت ان هو عصبي جدا، ضرب حد من ولاد اخواته. فواحده يعني من بين الزعل ذكر اسمها قالت لي انت لسه شفتي حاجه؟ فانا خدت بقى فكره ان هو عصبي جدا. لما اتجوزت اتضح لي ان هو من النوع اللي ممكن يعني يدغدغ، يكسر، يعمل اي حاجه. طب وهي لما قالت لك انت لسه شفتي حاجه ما خفتيش ورجعتي خطوه لورا؟ لا والله انا كان في بالي بقى ان الراجل بقى ايه الحمش بقى دوت ده بيبقى ايه بقى، يعني اللي هو ايه زي ما حضرتك بتقولي اللي بيشكم الواحده بقى والتمرد دوت، يعني كنت لاني انا كنت في بيت اهلي ليا رايي وكان بابا كل حاجه ممسكها لي، وكنت حاسه ان بقى ده هوت بقى، فحسيتي انه ايه يعني في كده حمشنه. في حمشان. طيب متجوزه بقالك قد ايه؟ انا بقالي 26 سنه. ما شاء الله، عرفتي تتعايشي 26 سنه مع الشخص العصبي ده ازاي؟ ادينا خبرتك. خبرتي ده انا خبرتي بقى قررت مع نفسي عشان ما بينش لحد بقى اللي انا اتكسرت او اللي انا بقيت ضعيفه، اللي انا اتعايش بقى مع الوضع الحالي. لا لا ده بيحبني، لا لا ده بيغير عليا، لا لا ده مش عارفه ايه. طب أنا هو ممكن يكون بيحبك وبيغير عليكي فعلا؟ ما هو بيحبني وبيغير عليا، بس ده هو قال لي من اول يوم يعني لا ما تعمليش كده، ما تطلعيش مع اصحابك، ما تروحيش، ما تجيش. تمام 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 كده يعني. دلوقتي بقى بعد 26 سنه انا حسيت ان انا ايه، هو جاي عليا شويه، جاي بزياده عليا شويه. فبقيت دلوقتي بقيت اقول له انا مش منى بتاعت 25 سنه فاتت، حاول تاخد وتدي. يعني حاول بقى ايه تديني حبه من حقوقي شويه، يعني سيبني اطلع، سيبني البس، سيبني اتمكيج، بس بقى يديني بس في حدود، سيبني اطلع مع نفسي كده اتهوى شويه زي ما بيقولوا. كده انت كان مقفول عليكي طول ال 26 سنه؟ لا طبعا مش مخبوصه، بس لازم معاه يا مع ولادي كده يعني. طيب هل العصبي ده بيبقى اصلا شخص طيب؟ ويعني جدا 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 يعني هو في الاخر شويه زعيق وبتاع، بس هو المعدن من جوه طيب، فعشان كده انت استحملتي. واصيل واصيل مش مشيلني هم حاجه بصراحه، بس هو عصبي قوي قوي. لما تطلعيش البلكونه كده، لما تفتحيش الباب كده، لما تروحيش كده، لما تكلميش صاحبتك دي كده يعني. بس هو ده كده غيور كده غيور مش عصبي كده غيور. لا بس هقول لحضرتك يعني هو الغيره ديت ليها حدود، لكن لما توصل ان هو نوصل مثلا في اي مشكله لا 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 احنا هنتطلق ونقعدوا بقى نحكوا بقى ان انت عليك كذا وانا عليا كذا وكده، ولما نلاقوا المواضيع في الجد انا قوم جايه ضحكه وساكته يعني هقول ايه. على العموم انت شكلك واخده الموضوع ببساطه، وعشان انت بتحبيه، وهو يمكن عشان هو برضه صانك ال 25 سنه، مد ايده قبل كده؟ وبعدين بس هقول لحضرتك يعني انا بنرفزه بصراحه يعني يعني انا لما بلاقي الكبت جامد بطلع زهقي فيه. بس هو كون ان هو بيستحمل ده انا مش معتبرها انها حاجه وحشه او حاجه تعبني او تعيبه. هو ممكن عصبيته زايده اوفر شويه، مره او حاجه مد ايده او مرتين فبلتمس له العذر. 25 سنه فالتمستي له العذر. عندكم اولاد قد ايه؟ انا عندي حبيبه ودي مدرسه انجليزي، وعندي محمد هندسه ما شاء الله، وعندي عمر اولى ثانوي. وطالعين عصبيين لبابا ولا دمهم خفيف لماما؟ جدا جدا، بس هم بس بنتي طالعه لي انا بس. طيب. هو محمد وعمر هم اللي عصبيين. يعني ربنا يكمل لك على خير، والله يعني كويس قوي فكره انه الزوجه والزوج، فكره ان انا اخد جوزي باللي فيه كده باكج على بعضه. هي منى عملت ايه؟ لقت لغه حوار اتقابلوا فيها. والمرتين اللي اتضربت فيهم الست كانت معترفه، انا نرفزته عشان انا مستفزه. فهي علت عنده السيستم قوي فمعرفش يتحكم في اعصابه. خلاص ما هي هي اللي هي بقى اللي جابت اللي عارفه زي بيقول جابت على الرابع. فتحته على الرابع فما عرفتش يتحكم في عصبيته. هي بتعترف انه طيب.
وهي دي بس نقطة ال في حاجة بتشيل حاجة فعلا يا دعاء، انه هي عندها حاجة بتشيل حاجة، قالت لك طيب جدا وابن اصول مش مشايلني هم حاجة.